السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسألة 34 من مراجعة الفصل 7 الحيود والتداخل للصف 12 العلمي من هذه دولة الإمارات العربية المتحدة. المسألة 34: تدخل حزمة ضوئية تشمل على طولين موجيين في مجموعة من الشقوق المتوازية في نمط التداخل، يقع الخط، إذن هون الفكرة، يقع الخط المضيء الرابع للطول الموجي الأول والخط المضيء الخامس للطول الموجي الثاني في الموقع نفسه. شو يعني في الموقع نفسه؟ يعني عند الزاوية نفسها، يعني معناتها دي ساين ثيتا تساوي لأربعة لمدة واحد، ودي ساين ثيتا أيضا بدها تساوي لخمسة لمدة اثنين. معناتها نحن بنفهم من ذلك إنه أربعة لمدة واحد تساوي لخمسة لمدة اثنين، كون المطلوب فما قيمة لمدة اثنين وعطينا لمدة واحد، إذن نكتب لمدة اثنين وتساوي لأربعة لمدة واحد على خمسة وتساوي لأربعة مضروبة بلمدة واحد اللي هي خمسة أربعة صفر فاصلة صفر نانو، نضرب بعشرة والسالب تسعة على الخمسة، وتكون لمدة اثنين مساوية لمدة اثنين وتساوي لمدة اثنين وتساوي أربعة فاصلة ثلاثة اثنين في عشرة سالب سبعة متر.